صباح الخير من جديد، وختام فقراتنا لهذا الصباح مع الجمال ومع التجميل من خلال اكيد الميك اب، اللي كثير من الصبايا بيحاولوا قدر الامكان انهم يستخدموا بعض الادوات حتى فعلا يظهروا بمظهر جميل ولائق. اليوم نحكي عن مكياج، ورح نحاول نعمل مكياج خاص بالسهرات. رح نعرف من خلال اليوم الميك اب ارتست اللي معانا فرح جيلاني، وكمان الموديل جوانا، كيف ممكن نعمل مكياج سهرة بطريقة لطيفة يبرز الجمال الخاص بالصبية أو بالمرأة اللي ممكن إنها تعمل هذا المكياج. صباح الخير فرح، صباح كيفك؟ النور، كيفك؟ منيحة؟ تمام الحمد لله. هلأ إحنا جوانا شو عملتي لها؟ حطيتي لها بيز؟ إحنا مرات هلأ كثير منقلل شوية من الوقت بتحضري الموديل قبل حتى نقدر إنه هلأ نعمل أنا لها. حضرت لها البيز وركبت لها رموش عشان نلحق نعمل العيون، و حطيتي لها بس فاونديشن، فاونديشن والباودر والكونتور خفيف. حبيت الفاونديشن والباودر اللي حطيته انه هو مش مغير من لونها، نفس صح؟ اللون بالضبط. كيف الواحد بيقدر فعلا يختار اللون اللي بيناسب بشرته بالفاونديشن؟ لازم يكون الدرجة اللي بنقيها لما يروح على المحل يحطها مثلا هون، مش هنجرب ثلاث ألوان، أكتر واحد بزبط ينقيه، بس مش على الإيد. أفتح ولا أغمق الواحد يلاقي إذا ما لقى لا مش بالضبط الدرجة اللي يفضل أغمق، بس درجة بس مش أفتح، لأنه الأفتح ممكن يقلب على جراي أو هيك. أوكي تمام، إذا الأغمق هذا الموضوع كثير انتبهوا عليه، الأغمق الأغمق ممكن يتظبط بالكونسيلر انتبهوا عليه، لأنه الفاونديشن صراحة أوقات كثير الواحد بلاقي ناس حاطة صح، كثير غلط. لون مخرب كل الميك اب. حطيت لها رموش، حطيت لها رموش. بتعرفي انهم كتير طبيعيه، حبيتهم مش مبين حتى كتير انه خفاف، محطوطين كتير خفاف، محطوط رموش. ولسه لما نحط الماسكارا ببينه اخف كمان. اوكي ممتاز، هلا خلينا نبلش. رح ابلش اول اشي بالعيون. اوكي رح اعمل يعني الوان هيك ترابيه. تمام، احكي يعني انا رح ادردش انا وياكي وانت بتشتغلي فرح. هلا لما بنحكي عن الميك اب يمكن هو واحد بس درجة كثافته والغمقان تبعت اللون هي اللي بتلعب دور إذا هو ميك اب سهرة أو ميك اب صح، صباحي، ممكن صح؟ التقلي أكتر، ممكن يعني تبني على اللون، to build up الكولر فبيبين أكتر. أوكي هلأ إحنا هلأ عم نحط لون انتقالي. لازم قبل ما نبلش ب حبيت إيش يعني لون انتقالي؟ لون انتقالي بنحط على الكريس، هو هون يعني كسرة العين، كسرة العين، كسرة العين. بنحط عشان تقدري تدمجي أحسن. أوكي حبيت، شفتوا كيف حركة الفرشاي كتير بتلعب دور، لازم شوف هيك. كيف بتعملها بشكل دائري. أيوة. مش هيك احنا بنعمل، هيك هيك بنعمل دائما لما بنحط صح، الميك اب لازم هيك بنعمله هيك، بشكل لا دائري. لازم تاخذوا بعين الاعتبار انه يكون بشكل دائري. هلا عادة اللون الانتقالي بيكون لون فاتح، ممكن مثلا بيج، بيتش فاتح، اوكي بني كتير فاتح هيك. هلا بنبلش نغمق من عند الزاوية من برا. اوكي برضه بنفس الطريقة، شايفين حركة الفرشاي دائرية. شو بيأثر إنه الواحد يعمل حركة الفرشاي بشكل دائري مش إنه روحة رجعة هيك بشكل أفقي؟ ما بطلع الاي شادو مدموج منيح، أوكي. بطلع هيك شكله شوي وسخ. اوكي او ممكن يطلع مثلا قد ما حطيت الوان، في ناس بيحكوا لي بضل يطلع جراي، انه اوكي بيبين لون واحد. اوكي فلازم هيك يتدرج شوي شوي ويكون عم بندمج أوكي. بطريقه صح. شو موديل السنه الالوان الخاصه بالميك اب فرح للشتاء؟ عم نحكي احنا شتاء 2020، يعني هلا الموضة يعني هاي السنة الألوان الغامقة، خمري، في كمان يعني نيونز، يعني الأشياء الغريبة كمان. موضة؟ أوكي كمان الجرافيك أيلاينر، بيكون أيلاينر بشكل غريب يعني هيك، مش الأيلاينر اللي بنعمله، أوكي ممكن يكون لفوق طالع هيك. أوكي رجعت يعني موضة الايلاينر لانه اختفت قبل فترة، يعني كانوا صح يستغنوا شوي عنها بالرموش وبطلوا يحطوا ايلاينر، هلا رجعت الموضة. اوكي هلا هيك شوي شوي عم نغمق، كيف عم بيصير اغمق عند العين وعند كسرة العين بس بطريقة تكون محترفة شوي، وانتم عم تدمجوا الالوان. كل شوي بتقل شوي حسب قديش بدي، ممكن اكتفي مثلا بهيك بس. اوكي رح نزيد شوي،
هلا عم بغمق بلون شوي خمري. هو عادة طبعا مفروض الرموش بعد الآي شادو، صح، بس كسبا للوقت احنا حطينا عشان يضلوا الرموش نضاف، يعني ما يوقع من الآي شادو عليهم. هلا رح استعمل كمان، هدول كثير موضه، هلا فرجيك اياهم. الليكويد اي شادو اوكي، او الجليتر، الجليتر الخفيف بيعطي لمعه شوي، رجع موضه الجليتر كثير خفيف، مش بيعطي شوي لمعه، وخاصه اذا صبيه رايحه على مناسبه بالليل، بالليل بيكون حلو. وين بنحطه هاد؟ هلا بتقدر تحطيه طبعا اي مكان، بس طلعي لتحت، بس يفضل يعني انا بحب يعني حسب هذا اللوك راح احطه على الجفن اللي من قدام. اوكي، يعني هون الجفن المتحرك اسمه. اوكي، هيك. وهذا الليكويد اي شادو كثير سهل انه للبنات، تتحكم فيه، لا افتح وطلعي لتحت، لا تتحكم ايوه فيه. وسهل دمجه كمان الباودر صح، الباودر ممكن كثير ينقط على الوجه يوسخ وهيك. شويه، صح، تقدر تفردوه حتى بايدكم، بعدين بنحط فوقه طلعي لتحت، بنحط فوقه شمر عشان يبين اكثر. اوكي اشوفه بس شوي حتى ناخذ فكره. شايفين هاد ليكويد اي شادو، هو وليكويد بس فيه شويه لمعه يعني، وطريقه التحكم فيه سهله، كتير سهل. اوكي طلعي تحت، هلا زادت فرح على زادت الشمر، الاي شادو الليكويد شوي شمر، شمر يعني فيه شوية لمعة، بس مش كليتر يعني، لمعة خفيفة كتير حلوة. أنا هدول الألوان المفضلة، أنا هاي الألوان المفضلة عندي، الألوان الصحراوية الترابية وتدريجاتها يعني. أكثر شيء هاي الألوان لمين بتلبق فرح؟ هلا هدول الألوان يعني بيلبقوا تقريبا لكل حدا، هم هيك زي كلاسيكس يعني، بس السمرة البيضة بيلبقوا يعني. بيلبقوا، بس انا بحبهم اكثر على العيونهم فاتحين ببرزهم اكثر. قصدك اللون اللون ايوه زي عيونك. اسم الله. اوكي هلا بعد ما حطيت الجليتر والشمر، ممكن يكون مثلا شوي مش مدموج، لازم ترجعي باللون اللي حطيتيه قبل الغامق، عشان يندمجوا كلهم مع بعض. اوكي بدك تحطي لها اي لاينر ولا لا؟ بس خفيف كثير، طلعي لتحت. اوكي مش عارفه انا هيك مبين. اوكي خلينا نشوف كيف بالضبط الاي لاينر. رح احطه هلا على خط الرموش. اكثر شيء بيتغلبوا فيه الصبايا الاي لاينر. بده تدريب طبعا. نقطة كتير مهمة، لو الواحد لازم انه حاطط رموش لازم يكون حاطط اي لاينر. طلعي تحت حتى يخفيهم، عشان ما يبين اكثر طبيعي. سوري لانه ممكن انه تبين انها الاي لاينر يدمج للرمش مع الجفن. هلا بتلفي، طلعي تحت. اوكي هلا نحط الاي لاينر سريعا. خذي راحتك مو مشكله يعني، اذا الكاميرا بتحاول تاخذك. ايوه هي اخذتك. لاني شوي مضطره الف. بعرف لازم تستمعي شوي ب على الخط. اذا الواحد بالضبط بده يحط اي لاينر يعني، حاول بس تكون ايده ثابته نوعا ما. حتى هلا بدي، لازم طبعا لما يكون في اي شادو فوق لازم يكون نحط من تحت. تمام. هاي الحركه كمان كثير بتعطي شكل حلو للعين، صح. يعني رسمه اكثر، صح، وبتكبر العيون. تمام بس شوي عشان نحط بس ينقل. شويه باودر عشان اذا توسخ تحت العين ما يغمق تحت الجفن. ايوه عشان يضل نظيف. صراحه انا عاده بفضل اعمل العيون اول بعدين البيس، يعني انا هيك متعوده. بس عشان الوقت كمان، صح. اليوم طلعي فوق للصبايا يعني اللي بخافوا انه ينزلوا من الاي شادو، زي ما قالت فرح بتقدروا تعملوا العين
بعدين تحطوا تنظفوا مكان ما صار في وسخ، بعدين تحطوا الفاونديشن وباقي التفاصيل. هلا احنا تقريبا خلصنا. هلا هاد القاشره اللي تحت نفس الالوان اللي استخدمناها فوق بالتدريج بشكل وانا بحبه مش يكون بس خط، بحبه مدموج يعني. اوكي قد ايه بدنا وقت فرح عشان قربنا؟ اوكي دقيقتين تلاقي فوق بس شوي. اوكي راح احط ماسكارا. يس تمام تحت. حبيت كثير الالوان ودمج الالوان. اوكي هلا صراحه في كثير ستبس اكثر من هيك طلعي فوق بس احنا عملنا اسرع شيء ممكن. وممكن صراحه يتطبق بالبيت هذا، انه مش ضروري عند حدا كثير بروفيشنال يعني، يعني اشياء سهله بيقدروا يعملوها بالبيت. اوكي هلا نحط هايلايتر. تمام كل حد بحب الهايلايتر على السريع. لسه الهايلايتر والكونتورينج لسه بيستخدموه؟ سوري. اوكي بس الكونتورينج اللي كثير خفيف اللي بالباودر. اوكي بطل الحاد. مش اللي بيغير الملامح. تمام بطل الحاد اللي هو بيقسم هيك الخد وبيقسم بس شويه شاينينج ممكن انه يعطي هيك شكل حلو. انا بدي اشكرك فرح، شكرا كثير. هي جوانا صارت جاهزه، شو ما احلاها، كثير حبيت صراحه. وبدك تحط لها الليبستيك؟ على السريع. أوكي. عادي انت كملي اذا بدك بخلص الميك اب. طيب احنا بدنا نشكر فرح جيلاني اكيد على الميك اب الحلو اللي عملته لجوانا اليوم. وهذا الميك اب انتم بتقدروا انكم تتحكموا فيه، تغمقوه بالطريقه اللي بدكم اياها حسب المناسبه وحسب الالوان اللي ممكن تستخدموها للبسكم. وان شاء الله يا رب المناسبات كلياتها تكون فيها فرح لكم. انا بدي اودعكم، راح اترككم مع اللوك النهائي خاص بجوانا اللي عملته فرح جيلاني. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعه، ان شاء الله يا رب بقيه يوم تحمل معاها كل الخير، وبنلتقيكم اكيد بحلقه جديده من يوم جديد. الى اللقاء، وهي اللوك النهائي الخاص بفرح جيلاني.